مساء الخير على الجميع في فيديو جديد النهاردة من قناة أروح فين منين التومي مابس. معاكم أحمد التومي. احنا دلوقتي يا جماعة في داخلين على محطة محفوظ، محمد محفوظ على الترام اللي على شمالنا دي، مساكن ضباط مصطفى كامل. عايزين نطلع على الكورنيش. هو المفروض نمشي على طول اول شارع شمال، لا تاني شارع، ده شارع سوريا، نطلع منه على الكورنيش. بس طبعا زي ما حضراتكم شايفين الكثافات كانت واقفة، الدنيا واقفة وكثافات عالية، فاحنا دخلنا ايه، دخلنا مساكن ضباط مصطفى كامل من اول ايه، اول مدخل يعني، وانت على الترام اول ما تعدي قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ده اول مدخل شمال، اول شارع شمال دخلنا فيه زي ما حضراتكم شايفين كده. مساكن الضباط هنا منطقة راقية، تعتبر ماسكة من منطقة سيدي جابر لمنطقة رشدي. دي مساكن ضباط لضباط القوات المسلحة. هنوريكم ازاي نهرب منها. احنا دخلنا طبعا اول شمال ده وخدنا شمال تاني، هنوريكم ازاي نهرب منها. هنطلع على الكورنيش بدل الزحمه اللي كانت ايه، اللي كانت ورا، بحيث ايه، بحيث انت لو في النقطه دي وعايز تهرب تطلع على الكورنيش تعمل زي ما انا عملت، في شمال تاني يعني من على الترام، خدنا شمال في شمال في شمال، تمام، تلات ايه، تلات كسرات لليسار. واحدة واحدة بقى هنا، هي اغلب شوارعها كويسة يعني، بس في بعض الشوارع ايه، بعض الشوارع فيها محتاجة شوية رفع كفاءة يعني، انما اغلب الشوارع فيها مش بطالة يعني. ده سيتي سكوير اللي هو اللي في الوش ده، مجموعة مطاعم على انشطة تجارية على كلام من ده. الصينية دي كده اهي، هناخدها ايه، هناخدها نلف معاها ايه كسرة شمال كده بسيطة في مين، تمام يا جماعة. وطوالي طلعنا كده على شارع المشير، ايه، شارع المشير احمد اسماعيل رحمة الله عليه، شمال سيدي جابر، محطة قطارات سيدي جابر، هو محطة سيدي جابر الشيخ الترام وسيدي جابر المحطة، يمين الكورنيش. ادي ده كوبري سيدي جابر اهو الممتد على طريق كورنيش، هرم الحمام على ايدينا اليمين، وقرية كمونة على ايدينا اليمين. هنعدي من تحت الكوبري، هو المفروض لو انت عايز الكورنيش يمين تخش من هنا، بس هنا لسه مقفولة ما فتحهاش، تمام، فهنعدي من تحت الكوبري كده زي ما احنا معديين، وهناخد شمال اجباري. اللي في الوش ده نادي الشاطئ لضباط القوات المسلحة. خدنا جماعة اهو ايه، خدنا اليمين الشمال ولا ايه كده. احنا بقينا على كورنيش اسكندرية منطقة سيدي جابر اتجاه محطة الرمل والمنشية وبحري وكل الكلام ده جماعة. تمام. دي احنا دلوقتي الساعة 3 عصرا على كورنيش اسكندرية. المفروض ان احنا رايحين، المفروض ان احنا هنروح لحد شركة مانتراك العمرية، فنفرجكم الطريق معانا بقى ايه بالمرة. دي منطقة كليوباترا حمامات، وادي كورنيش اسكندرية اهو على ايدينا اليمين، والمباني على ايدينا اليسار. بعتذر بقى لو الشمس عكسة شوية، مش مبينة الطريق كويس.
فيلا دار جاية على اليمين اهو، دي منطقة كليوباترا الصغرى. لادار ده اللي بيصور كل شين كان. دي منطقة سبورتنج كده اللي احنا فيها، كافيه ماليبو على ايدينا اليمين، بيكان جو فاتح جوه البارك بتاع العربيات اهو على ايدينا اليمين برضو. وفي نفق لو عايز تعدي الكورنيش الناحية التانية، نفق مشاة من تحت الارض. وبعد كده كافيه لونا بارك. الوصلة اللي احنا ماشيين فيها دي يا جماعة لو عايز تتفرج عليها كويس وبتأني، انا عامل فيديو كنت ماشي على رجلي، يعني كنت بتمشي على رجلي، عامل مجموعة فيديوهات على قناة موجودة اسمها كورنيش اسكندرية. المجموعة دي ماسكة من كيلوباترا على الكورنيش لحد قلعة قايتباي في بحري في راس التين. كل المساحة اللي احنا ماشيين فيها دي انا خدتها على رجلي واحدة واحدة لحد ما وصلت ايه؟ ما وصلت قلعة قايتباي في راس التين. فلو عايز تتفرج على الكورنيش بتفصيل شوية، خش بقى على الفيديوهات دي اتفرج عليها. مصور فيها الجنب اليمين والجنب الشمال، كانت لسه الدنيا مصيفة شوية، يعني الكلام ده من بتاع 3 شهور ولا ازيد، حاجة بسيطة. السرعة بتاعت الكورنيش 60 كيلو في الساعة. هيقابلنا لادار تاني جاي دلوقتي. احنا دلوقتي في منطقة كامب شيزار، كافتيريا والي على ايدينا الشمال. الادارة اهو جاية عند لما تلاقي بنزينة موبيل على ايدك الشمال، وفي اشارة، دي اشارة كوبري الجامعة، كوبري الجامعة على الكورنيش. الادارة اهو على ايدك الشمال. بعد كده في كازينو الشاطبي، هيبقى الادارة على ايدك اليمين ولا ايه، في كازينو الشاطبي هيبقى على يمنا، في مجموعة كافيهات ومطاعم 5 نجوم كلها اللي على اليمين دي. الناس كتير بقى قوي فاتحه جوه، اسماك ولحوم ومشويات ومجموعه كافيهات. كان زمان كازينو الشاطبي ده بتاع افراح شعبيه، وكان بيجي يغني فيه عبد الباسط وشفيقه والناس دي اللي هم بيغنوا اغاني شعبيه. اليوتيرن اللي جاي ده، احنا دلوقتي في منطقة الشاطبي يا جماعة. اليوتيرن اللي جاي ده اليوتيرن بتاع شارع قناة السويس، واحنا بناخد اليوتيرن هتشوف الجنب بتاع مكتبة اسكندرية، هتبقى في وشنا واحنا بناخد اليوتيرن على شمالنا دلوقتي اهي. طبعا كل ده ظاهر معانا في فيديوهات اخرى، فانا عشان كده ايه يعني ما بشرحش تفصيلي قوي. مستشفى الشاطبي للولادة تبع جامعة اسكندرية للنساء والتوليد، هي مستشفى حكومي واجرها رمزي، يعني لحد دلوقتي اللي ما عندوش مقدرة ان يدفع مصاريف الولادة يجي يولد هنا هياخدوا منه اجر رمزي. طبعا الدولة هي اللي بتحاسب على الكلام ده. انا بوضح الكلام ده للناس اللي بتتفرج من خارج مصر، ما تعرفش ايه، ما تعرفش السيستم هنا في مصر. مستشفى زي ده انت ممكن تيجي تولد فيها النهاردة اقل ولادة من 5 ل 7000 جنيه وطالع، ده المينيمم. هنا المستشفى دي ما تكملش 1000 جنيه على بعض، تمام، ويمكن اقل كمان.
ليه؟ لان هي تابعة لجامعة اسكندرية، ودكاترة قامات كبيرة هي اللي شغالة فيها، لان كلهم دكاترة جوه الجامعة، فبتلاقي الدكتور منهم ممكن يكون العيادة بتاعته بره، ممكن يكون بياخد مئات في الكشف، وبيولد هنا بأجر رمزي أو بمرتبه اللي هو بياخده من المستشفى ولا من الجامعة. ده شارع بورسعيد ماسك ابتداء من مكتبة اسكندرية لحد سيدي جابر اللي احنا كنا عندها، اللي احنا بادئين الفيديو منها. على يميننا كلية آداب جامعة اسكندرية، اتشرف ان انا كنت احد خريجينها، والمحطة هنعدي دلوقتي شريط الترام. شريط ده شريط ترام محطة الشبان المسلمين او الشاطبي، عايز تقول عليها الشاطبي وقول عليها الشاطبي. والمبنى اللي على شمالنا ده مبنى جمعية الشبان المسلمين، وغيروا الاسم دلوقتي لجمعية الشبان العالمية. الشارع ده اسمه شارع قناة السويس أو قناة السويس، زي ما عايز تنطاها انطاها. ده اخره يا جماعه اهرامات الجيزه، يعني وانت في الشارع ده ولا يمين ولا شمال، امشي كده مع سير العربيات هتلاقي هرم خوفو في وش منك بيقول لك مرحب بيك. خوفو بنفسه هتلاقيه واقف مستنيك. ده شريط الترام الرمل، دي ماسكه من محطه الرمل لمنطقه فيكتوريا، بتخدم طبعا قطاع كبير جدا من المناطق، وبتخدم بقى الطلبة والموظفين والحاجات دي. هي بطيئة شوية، بس اغلب الناس اللي بتركبها بيبقى راكب محطة محطتين تلات محطات، يعني ما بيبقاش واخد الخط كله، مش زي مترو الانفاق كده في القاهرة سريع، لا هنا الترام بطيئة تمام. فاللي بيبقى راكبها زي ما بقول لحضراتكم ايه، راكب محطتين تلاتة ياخدوا منه ايه 4 5 دقايق يبقى وصل ايه، وصل مشواره. والمرور واقف اهو شغال على اهبة الاستعداد، الله يكون في العون، بيقفوا في الحر وفي الشتاء وفي البرد وفي جميع الاوقات. في كنيسة على اليمين اهي، دي ملحقة بمقابر الاخوة الاقباط. اسمها كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني. وقدامها الناحية التانية في مدرسة محمد علي الزخرفية المعمارية، دي انشئت 1904، يعني او 1914، يعني يا 4 يا 14 مش فاكر، يعني السنة دي تعتبر جابت حوالي 110 او 120 سنة. من المدارس الصنايع العريقة بمحافظة الاسكندرية. الكثافات عالية بقى زي ما حضراتكم شايفين، الساعة دلوقتي 3:15 العصر، فطبعا ايه الكثافات بتبقى عالية ليه؟ لان اللي كان داخل اسكندرية بقى يقضي مصلحة ولا حاجة وخارج، فخارج في التوقيت ده، واللي كان بره اسكندريه برضه بيقضي مصلحه وداخل، فداخل في التوقيت ده. فزي ما حضراتكم شايفين كده الداخل والخارج ايه بيبقى زحمه شويه.
فانا بوضح الكلام ده ليه؟ عشان لو انت جاي ولا لو انت خارج وفي ايدك فرصة انك تغير الميعاد سنة يعني قبل شوية او بعد شوية يكون افضل، على اساس انك ما تخشش ايه، ما تخشش في شوية الزحمة دي. مفترق الطرق ده هنخلينا في الشمال، اللي هياخد اليمين هيروح استاد اسكندرية، شارع فؤاد، السلطان حسين، ساعة الزهور، وعبور المياه، كل ده في اليمين. احنا هنخلينا في اليسار، واحنا من كام يوم عملنا فيديو دخلنا في اليمين ووريناكوا ازاي ننزل نفس ايه، نفس الشارع بتاع قناة السويس. ادينا النهاردة اهو نازلين ايه، نازلين في الجنب الشمال. يعني انت لو اتفرجت كنت على الفيديو اللي احنا خدنا فيه الجنب اليمين، يبقى كده انت جمعت النازلتين اللي ممكن تمسك بيهم قناة السويس من هنا، من النقطة دي. يعني قلت لكم قبل كده لو الكثافات عالية قوي هنا خد اليمين لو فاضي. دلوقتي اليمين الكثافات فيه عالية، فلا يبقى خلينا في الشمال. الشمال اهو ايه، اهو كويس وماشي، ماشي بصورة جيدة. يعني ده نفع قناة السويس. طبعا لما عربية بتعطل في النفع ده بيبقى كارثة كبرى. ربنا ايه، ربنا ما يورينا. هو نفع صغير بس حيوي للغاية. وبكده يا جماعه هنبقى ايه، يعني احنا داخلين في 18 دقيقه اهو، عشان ما نطولش برضو الفيديوهات قوي. بنحاول ان احنا ننوع فيديوهات طويله وفيديوهات ما تبقاش طويله قوي، فبنحاول التنويع شويه. فكده احنا عملنا الفيديو ده، خدنا من مساكن ضباط مصطفى كامل للقوات المسلحه، مرورا بكورنيش اسكندرية الى شارع قناة السويس. تمام، اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. استأذنكم اللي عجبوا الفيديو يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناة، واللي ما عجبوش الفيديو يكتب لي في التعليقات ما عجبكش ليه. تمام، ونشوف حضراتكم على خير في فيديو قادم قريبا بإذن الله، ومع السلامة.